السلام عليكم، مرحبا بكم بقناه مطبخ قمر. نتمنى ان شاء الله كاع راكم بخير. اليوم جبت لكم فطائر محشيين بالطون. انا ندور نغسل العجينه ومن بعد ندور للحشو. هنا عندي 400 غرام تاع الفرينه، راهي مصيره. عندي مغرفه كبيره تاع خميره تاع الخبز ومغرفه كبيره تاع السكر، وسيت لهم 3 مغارف كبار تاع الماء المدافي. راكم تشوفوا الخميره كيفاش راهي طلعت لي. لازم نديرو هذه الطريقه. عندي هنايا 3 مغارف تاع زيت، 3 مغارف كبار تاع زيت. عندي حبه بيض، عندي مغرفه كبيره تاع ياغورت ناتوريل، ولا اللي ما عندوش ياغورت ناتوريل يدير 2 مغارف كبار تاع حليب بودره. عندي مغرفه صغيره تاع ملح ومغرفه صغيره تاع الخل، وعندي هنايا مغرفه صغيره هكذا كميه صغيره تاع الزعتر. ونلموها بالماء دافي اللي راه قدامي. نبداو في تحضير العجينه. بسم الله، هنا نوسي كمية هكدا صغيرة تاع الزعتر، منكتروش هكدا. عندي هنايا كمية صغيرة، مغرفة صغيرة تاع الملح، وندير الخل، ندير ياغورت ناتوريل ما فيه حتى ذوق، بطبيعة الحال. ولا ما عندكمش الحليب بودرة تنجمو تواسيو 4 مغارف كبار تاع حليب عادي. وهنايا عندي الزيت، وهنايا الحبة بيض تاعي، نسيل هكذا كمية تاع الماء. بسم الله. ما تخليوهاش قاصحه، دخليوها شويه تلصق في اليد. وهنا ما نحتاجش البيطران، حتى العجينه سهله ما تحتاجش مجهود كبير. راكم تشوفوا العجينه تاعي هكذا، خليوها شويه تلصق هكذا. انا نغطيها ونخليها تخمر. نواسي هكذا 2 مغارف تاع زيت، ما نكثرش هكذا، نسي الزيت. هنا عندي 2 بصلات غابيتهم كيما راكم تشوفوا بيهم. الحشو ساهل وبنين، نخليه ندير الملح شويه هكدا، البصل باش يتبلي في الخف. راكم تشوفوا البصل تاعي بعد ما دابلي ونشف من هذاك الماء، وراكم تشوفوا ما فيهش الزيت. مازيدش تواسي الزيت، تواسي غير 2 مغارف يكفي باش يتقلى فيه هذاك البصل. هكدا لازم يتقلى ليه مليح باش نبدا نضيف. هنا عندي 3 علب تاع الطون، 3 علب تاع الطون. هكدا هذاك البصل والطون يكون تاع الزيت ماشي تاع الطماطيش. هكدا هنا عندي مغرفة كبيرة تاع المايس في العلب، شديت صفيتو وشللتو مليح هكدا. هنايا نواسي هكدا شوية فلفل الكحل، ماشي بزاف هكدا، شوية تاع فلفل الكحل، وندير شوية زيتها، ندير شويه زيتها وشويه هكدا تاع الملح، منكترش، نقليو في الأخير باش نعملو هداك الزيتون. راكم تشوفو هنا عندي زيتون دي غوندال، نتوما إلا كان عندكم خضر ماشي مشكل، تواسي خضر، شي لي عندكم وسيلة، هكدا، نبداو نعملو هداك الزيتون عليها نطفي الفرن. ونطفي الفرن تاعي. هنا الحشو لازم يكون بارد باش نواسيو العجينة. هنا بعد العجينة تاعي ما خمرت كيما راكم تشوفو فيها، ضعفت الكمية هكدا، نسوبودغي بلون دو طرافي تاعي، العجينة تاعي هكدا.
كميه قليله تاع فرينة ما كتروش. نحل العجينه تاعي. هكذا بعد ما حليت العجينه تاعي رقيقه نطليها هكذا كميه قليله تاع لا مارغرين هكذا نطليه هكذا هكذا لازم ولا لا مارغرين تكون غامولي كما راكم تشوفوا فيا بالوقت نغسل الحشو تاعي نغلقوها مليح هكذا نغلقو وهنايا نحكمو هذاك الجبن هكذا نرسي هكذا وحده نفرشها نحاول هذه نثبتها هكذا علاش قلت لكم حلوها رقيقه وغلقو هكذا وغلقوها هكذا وبسطو بيدكم خاطر هي تزيد شويه تخمن خليوها تخمر طبيعة الحال باش ما تجيكمش عاليه وتجيكم خشينه ها ها هاك ديروها هكذا هنا راكني كملت الكميه نتوما خليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق 6 دقائق ما تكثروش ومن نجيو نكملوا الاولانيين يكونوا خمروا لنا ما تخليهمش يخمروا بزاف هنايا عندي وحده مغرفه تاع ياغورت ناتشورال وسيت لها مغرفه كبيره تاع الزيت ما نحتاجوش البيض فيها راني نكمل انا الكميه هنا راني شعل الفوق على 200 درجه ندخلهم يطيبوا بعد ما يطيبوا يوجدوا لي راني نعاود نقول لكم ان شاء الله جاهزين كما طابوا لي في الفوق راكم تشوفوا فيهم طريقه سهله نتمنى ان شاء الله تجربوهم وراكم تشوفوا كي تواسيوهم غير تشوفوا الاولانيين طلعوا طلعوهم وحطوهم في الفوق ما تخليهمش وقت طويل يخمروا باش ما يجوش عاليين كما راكم تشوفوا ان شاء الله يعجبكم الفيديو حليت لكم وحده باش تشوفوها كيش تجي راكم تشوفوا فيها تجي خفيفه وفيتي نتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الفطائر تاع الطون تاع اللي وصلته لكم نهار اليوم خليتكم على خير في فيديو اخر شاركوا في قناتي اللي يوصلكم جديد ونتمنى ان شاء الله كي تشاركوا في القناه تاو قدامها كاين الجرس ضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد اللي يوصل في القناه نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو خليتكم على خير في فيديو اخر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.